أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في الحلقة الأولى من برنامجنا الجديد، برنامج 10 سكايب حديث عراقي. في هذا البرنامج سنقدم لكم قراءة لأحداث العراق، لما يحصل في العراق، قراءة تعتمد على الوقائع، على المعطيات التي تحصل يوميا في العراق، على ما يجري في العراق على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. في حلقتنا لهذا اليوم بالتأكيد سنتطرق إلى الموضوع الأهم الذي يشغل بال، بالتأكيد يشغل بال كثير من العراقيين، وهو قضية تشكيل ما يسمى بالحكومة الجديدة، حكومة مصطفى الكاظمي. هذه الحكومة مثل ما تعرفون هي الحكومة الثامنة التي تشكلت منذ عام 2003 لحد الآن. بداية كان مجلس الحكومة قد شكل عام 2003، بعده تولى إبراهيم الجعفري، تولى أياد علاوي رئاسة الوزراء، بعده جاء إبراهيم الجعفري، ثم نوري المالكي لدورتين، ثم حيدر العبادي، وبالتالي عادل عبد المهدي في عام 2018 جاء إلى الحكم واستقال، اضطر إلى الاستقالة بسبب التظاهرات التي خرجت بسبب ثورة تشرين التي اندلعت في 1 تشرين أول عام 2019، واستقال في تشرين الثاني 2019 من العام الماضي. فبالتالي هذه هي الحكومة الثامنة. قبل أن يتولى الكاظمي رشح اثنان، أحدهم كان محمد توفيق علاوي، ولم يستطع لم يستطع المرور من خلال مجلس النواب الحالي، ولا بعده عدنان الزرفي الذي أيضا فشل في هذا الموضوع، واستطاع مصطفى الكاظمي أن ينال مثل ما يقولون ثقة مجلس النواب لتشكيل هذه الحكومة. الحقيقة لابد من القول أن الحديث عن تشكيل أو تعيين الكاظمي رئيس الوزراء لن يكون إلا تكملة للحديث عن مشوار الطريق المسدود الذي بدأ في العراق من عام 2003 لحد الآن في ظل احتلال أمريكي للعراق، وعملية سياسية بدأت بتشكيل مجلس الحكومة، واليوم هي تدخل مرحلة من مراحلها، مراحل هذه المحاصصة الطائفية والإثنية مرة أخرى بتولي مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء. الحقيقة الحكومات السابقة وحكومة مصطفى الكاظمي تطرح سؤال مهم، هو هل أن حكومة مصطفى الكاظمي تختلف عن سابقاتها من الحكومات، أو هل أن مصطفى الكاظمي نفسه يختلف عن من تولوا رئاسة الوزراء منذ عام، يعني من إبراهيم الجعفري أو حتى من مجلس الحكم، أعضاء مجلس الحكم الذين حكموا، ووصولا إلى عادل عبد المهدي، أم الوضع متشابه؟ الحقيقة أن الوضع يعني قراءة واقع الحال. هذه بداية لابد من القول أنه هذا الحديث ليس تحليلا وليس توقعا، إنما هو قراءة لواقع الحال وفقا للمعطيات، وفقا لطبيعة القوى السياسية التي تشكل العملية السياسية. لأن البعض ربما قد يقول أن حكومة الكاظمي لم تختبر بعد لحد الآن، وأن هذا الحديث ربما يكون يشكل حالة من التجني عليها. لذلك أقول أن هذا الحديث ليس يعني تحليلا، هو تسجيل لواقع الحال، قراءة لواقع الحال. لابد من القول أن مصطفى الكاظمي، أن القوى التي رشحت أو أيدت أو دعمت مصطفى الكاظمي هي كانت نفس القوى التي اتهمته قبل ذلك بمقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، وقالت بشعارات وبيانات واضحة وبأقوال وبمقابلات بأنها لن تسمح له بالمرور أو الترشيح لرئاسة الوزراء أبدا، وهو كان يتولى رئاسة المخابرات. لكن هي نفسها، نفس القوى التي قالت ذلك، عادت وأيدت مصطفى الكاظمي ورشحته وساندته وأصدرت بيانات تأييد ودعم شامل لمصطفى الكاظمي. هذه قضية.
أما لماذا هذا التغير؟ ربما هذا سنتركه إلى حديث آخر، لأنه يتعلق بالعلاقة بين أمريكا وإيران وطبيعة أهدافهم في العراق وفي عموم المنطقة. عموما ما تشكل من هذه الحكومة لا يختلف تماما عما تم تشكيله من حكومات من عام 2003 لحد الآن. نفس المحاصصة الطائفية والإثنية هي، لم يختلف شيء. الكل حصل على ما يعني طلبه من وزارات، من حقائب وزارية، وبالتالي وصلوا إلى نفس النتيجة. خرج الحزب الديمقراطي الكردستاني ليقول أن الكرد قد حصلوا على وزارات الخارجية والإعمار والعدل. اتحاد القوى الذي يدعي أنه يمثل السنة يقول أن الكتل السنية حصلت على وزارات الدفاع والتجارة والرياضة والصناعة والتخطيط والتربية. البيت، ما يسمى بالبيت الشيعي، قالوا لقد حصلنا على باقي الوزارات ولم يتغير الوضع أي شيء. بالتالي فإن الحكومة المشكلة لا تمثل إرادة الشارع أبدا، لا تمثل إرادة هذه الثورة التي خرجت وقدمت 1000 شهيد وأكثر من 30,000 جريح ومئات المعتقلين والمغيبين. الحقيقة الأحزاب العملية السياسية لم توافق على مرور الكاظمي إلا بعد أن بصم هو بنفسه على الموافقة على خارطة المحاصصة الطائفية والإثنية لتوزيع الحقائب الوزارية فيما بينهم لتشكيل هذه الحكومة. وبالتالي بعد هذه الموافقة صدرت بيانات الترحيب والتأييد والتهليل بوجود حكومة جديدة ستفعل وستنجز. وكل هذا الكلام سمعناه أكثر من مرة، وسمعه الشعب العراقي أكثر من مرة. البعض الكثير ربما في آخر يعني الوقت لا ربما لا يسعنا في هذه الحلقة أن نتحدث عن كامل هذا الموضوع، سنتركه إلى حلقة قادمة. لكن في نهاية هذه الحلقة أريد أن أقول أن الكثير من الأطراف، كل أطراف العملية السياسية، عندما تسألهم لماذا يعني وافقتم على مصطفى الكاظمي لم توافقوا مثلا على عدنان الزرفي أو محمد توفيق علاوي، ما الفرق بينهم؟ يقولون لك قضيتين، يركزون على قضيتين ودائما ما يؤكدون عليها. القضية الأولى يقولون لأنه يمتلك علاقات جيدة وطيبة مع الأطراف الإقليمية والدولية، هذا واحد. والثاني يقولون لأننا في أزمة كبيرة، أزمة متعددة، ويجب أن نخرج منها. عند هذا الحديث يكون وقت هذا البرنامج قد انتهى. في الحلقة القادمة إن شاء الله سنتحدث عن هذه النقاط التي ذكروها، عن نقطة أنه يمتلك علاقات طيبة وجيدة مع دول الإقليم والحكومات في جميع أنحاء العالم، ولأن هناك أزمة كبيرة تعصف بالعراق وهم يريدون الخروج منها. والأزمة لمن؟ أزمة العراقيين أم أزمة العملية السياسية؟ إلى هنا تنتهي هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، سألتقيكم إن شاء الله في حلقة أخرى من برنامج 10 سكايب حديث عراقي. إلى ذلك الحين أترككم برعاية الله.